لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد فقه الله في دينه إمامنا مالكا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخرج لنا من هذا الدين أطيب الثمرات. من أطيب هذه الثمرات هذا الكتاب الجليل المسمى موطأ الإمام مالك. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا فيه ابن العلم كما نفع به أسلافنا. اليوم نواصل رحلتنا مع الإمام مالك في هذا الكتاب الجليل. الإمام مالك يروي عن شيخه يحيى بن سعيد عن نعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي رواية: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. هذا حديث خطير، هذا حديث خطير. هذا الحديث يقول: السرقة نوعان، سرقة ظاهرة يعرفها كثير من الناس، وهي سرقة الأموال والمتاع والحقوق، هذه السرقة الظاهرة. وهناك سرقة خفية، وهي أن يسرق الرجل من صلاته، أن يسرق الرجل من صلاته. تعجب الصحابة: وكيف يسرق الرجل من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها ولا يتم خشوعها. ناقصة في الركوع، ناقصة في السجود، ناقصة في الخشوع. أمر عجيب. الناس، كل الناس يعرفون السرقة، لكن مع ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: السرقة التي تعرفونها في الأموال، نعم هذه خطيرة، وهذه فاحشة، وهذه فيها عقوبة، لكن هناك ما هو أسوأ وأشد وأخطر من هذه السرقة. وما هي؟ أن يسرق الرجل من صلاته. كيف يسرق الرجل من صلاته؟ عدم إتمام الركوع، تسرع، عدم إتمام السجود، عدم إتمام الخشوع، أو عدم الخشوع. معنى هذا على أن هذه السرقة الخفية أخطر على المسلم من السرقات الظاهرة الأموال. ليه؟ لما كانت أخطر؟ لأن سرقة الأموال قد أنت تعرف الرجل الذي سرقت منه وتستحل، تقول: والله سامحني، أنا أخذت من مالك كذا وكذا، فيسامح. قد يحكم عليك بغرامة مالية قدر الذي سرقته، قد يحكم عليك قطع اليد، كل عقوبة في الدنيا، هذه أمرها سهل. لكن سرقة الصلاة
عقوبتها في الآخرة. ليه؟ لأنك إذا لم تتم صلاتك في ركوعها وسجودها وخشوعها تذهب إلى ربك وليس لك صلاة، صلاتك بطلة ما دام لم تتم الركوع، والركوع ركن، لم تتم السجود والسجود ركن. إذن أنت تصلي أمام الناس، تروح المسجد، طالع المسجد، تصلي، لكن أين هي الصلاة؟ قال لأنك أنت أولا لا تطمئن في ركوعك، وأيضا في الرفع من الركوع مشكلة. الرفع من الركوع ده مشكلة يمكن عند 70% 80% من المصلين. ليه؟ لأن الرفع من الركوع فيه ثلاثة أركان للصلاة، ثلاثة فرائض: الرافع من الركوع، والاعتدال، والطمأنينة بعد الاعتدال. يعني شوف، أنت ترفع، رفع ركوع، تعتدل جسمك حتى تقف كما كنت، ركن ثاني، الاستمرار في الوقوف فترة من الزمن قدر ما تستقر الأعضاء، ركن ثالث وهو الطمأنينة. فالشخص الذي لا يعني يرفع بسرعة وينزل معناه على الأقل أضاع ركنين: الاعتدال وأضاع ركن الطمأنينة. وما دام الصلاة راح فيها ركن بطلت الصلاة. ركن واحد، ركن واحد ضاع من الصلاة بطلت الصلاة. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: سرقة من الصلاة أخطر وأشد من السرقة التي تعرفونها، وهي سرقة الأموال. يا ريت احنا ناخد بالنا من هذا، السرقة من الصلاة. حضرتك يمكن لما تصلي مع الجماعة يبقى في شيء، أنت مقيد بالإمام، فالإمام إذا كان بيطمئن أنت رغم أنفك تطمئن. لكن في كثير من الناس الذين تفوتهم صلاة الجماعة أو يصلون في بيوتهم أو في عملهم فرادى لا يطمئنون إلا ما رحم ربي. ليه؟ لأنه هو عاوز يخلص بسرعة عشان يحصل الشغل بتاعه، عايز يخلص بسرعة عشان في زباين واقفين، عايز يخلص بسرعة عشان قدامه شغل عايز يعمله. فلذلك لا يطمئن لا في الركوع ولا في الرفع من الركوع ولا الطمأنينة بعد الاعتدال ولا السجود ولا الرفع من السجود ولا حتى الجلسة من السجدتين. فهذا تحذير، مصطفى عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من عدم الطمأنينة في الصلاة. ليه؟ ويبين لهم على أن خطر هذه الطمأنينة خطير. ليه؟ لأنها تكون سببا في بطلان الصلاة، وإنت رأس مالك اللي هتقابل به ربك هو الصلاة. فإذا ذهبت ورأس مالك ضايع فكيف تقابل ربك؟ لأن في حديث إحنا كنا مر بينا ونقوله تاني، وهو إيه؟ أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة. كل الأعمال الأخرى تتوقف على قبول الصلاة. أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا قبلت الصلاة قبلت وسائر عمله. قبلت الصلاة تقبل الزكاة، تقبل الصيام، تقبل الصدقات، تقبل كل المعاملات. إذا ردت الصلاة ردت وسائر عمله. سبحان الله. الحديث هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. قبول الأعمال متوقف على الصلاة، هذا حديث صحيح. فخلينا ننتبه ونحسن صلاتنا عشان تقبل هي وتقبل الأعمال الأخرى، لأن إذا ردت هترد كل الأعمال الأخرى. عدم إتمام الركوع أمر وارد، لكنه ربما مع الجماعة
والسجود برضو مع الجماعة في اطمئنان، يعني الإنسان يحرص على صلاة الجماعة عشان يتم الركوع والسجود والطمأنينة. لكن في أمر حتى مع الجماعة قد لا يتوفر، حتى مع صلاة الجماعة قد لا يتوفر، ما هو؟ الخشوع. الخشوع إيه الخشوع؟ معناه إيه؟ أن تقف في الصلاة لا تتحرك، لا يتحرك منك شيء، ده معنى الخشوع ظاهرا. الظاهر أن تقف في الصلاة لا يتحرك منك شيء، وفي القلب، القلب يكون حاضر ما يكونش سارح بعيد. كم واحد مننا بيقف في الصلاة لا يتحرك منه شيء والقلب نفسه بتاعه حاضر؟ هذا يعني في واحد اثنين ثلاثة خمسة ممكن يقدر على كده، لكن علينا ندرب أنفسنا على هذا، لا مناص من هذا، لا مناص من هذا. وانظر إلى قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة من صفات المؤمنين الفالحين هو إيه؟ الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة، لأن المولى تبارك وتعالى رتب على الصلاة أمور كثيرة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل الصلاة السريعة؟ الصلاة الخالية من الخشوع؟ الصلاة الإنسان يقف فيها باستمرار يحك من هنا باستمرار يحرك يديه ورجليه وجسمه يتحرك كله؟ لا، هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك بعض الناس يتعجب، واحد بيصلي طول عمره ومع ذلك لا يترك منكرا من المنكرات اللي هو يعمل. إن جلس مع الناس يغتاب، إن سمع كلمة من هنا يروح ينقلها نميمة، إن مش عارف إيه، ده فلان ده بيصلي طول عمره إزاي طيب؟ قال لك ده صلاة، بس صلاة في الظاهر، صلاة شكلية، صلاة شكلية. لأنه لو كانت صلاة حقيقية كانت أثرت في القلب، وما يستقر في القلب يظهر أثره على الجوارح، يظهر أثره على الإيه؟ الجوارح. فلذلك الإمام الغزالي بيقول: قد يقف رجلان في الصلاة في صف واحد ومتجاوران، قد يقف رجلان في صف واحد ومتجاوران، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وما بين صلاتيهما كما بين إيه؟ السماء والأرض. إيه الفرق بينهم؟ قال: هذا خاشع في صلاته وهذا ليس لديه خشوع. ده الفرق، هو الفرق. الخاشع في صلاته تصل إلى السماء، وغير الخاشع صلاته لا تتحرك من فوق رأسه حتى ولو شبر واحد. المسائل دي عاوزة يعني تريث وعاوزة تفكير، لأن مشكلتنا الدنيا شغلانة والعمل شغلنا وتربية الأولاد شغلانة ومش عارف شغلنا وإيه. لو إنسان فينا نقص من مرتبه 100 درهم ولا 200 درهم لا يستقر له قرار، باستمرار يقدم شكوى ويسأل في الخزنة وليه والرئيس المباشر. طيب فلان صلى صلاة مسرعة فلم يؤدي ركوع الصلاة كاملا ولا خشوعها كاملا، هل فكر في هذا؟ هل انشغل بهذا؟ هل عرف آثار عدم الخشوع في الصلاة أو عدم الطمأنينة فيها؟ لا. ده زي الراجل اللي قال فيه الشاعر: أبني أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، تراه فطن
بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. أبني بخاطب ابنه يقول انتبه، إن من الرجال بهيمة، لكنه في صورة الرجل السميع المبصر. تراه فطن بكل مصيبة في ماله، أي حاجة تحصل في الأموال بتاعته بينشغل ويتجنن ويتعب ويجري يمين وبشاكل، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. مع أن العكس هو المطلوب، العكس هو المطلوب. المفروض الإنسان لما يصاب في الدين وده اللي يهتم به، لأن ده هو رأس المال اللي هيقدم به على ربه في الآخرة، هو الزاد اللي هيقدم معاه في قبره، هو الزاد اللي هيقابل به الملائكة، هو الزاد اللي هيوضع على الميزان ويوزن به. لكن هذه الأموال كلها حضرتك اللي انت بتجري وراها وتجري وراك، ستتركها وراءك، ينتفع بها من ينتفع ويبعثرها من يبعثرها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. والحديث الآخر التي روته السيدة عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، يعني كل مسلم يعمل له حتة حويجة صغيرة كده في الشقة بتاعته ولا في البيت بتاعه عشان يركع ويسجد فيه. والحديث الآخر: أكرموا بيوتكم من صلاتكم، أكرموها بشيء من صلاتكم. معنى هذا أن ألا نجعل بيوتنا مجرد مكان للنوم أو مكان للأكل والشرب أو مكان لرؤية ما يعني نراه ونسمعه في التلفزيون والراديو، لا، برضو لازم البيوت فيها جزء للعبادة، جزء للصلاة. بل بالعكس، أنت إذا أردت أن تكون زادك كبيرا وأن يصفو قلبك وأن تكون لك علاقة خاصة مع ربك، فلتكن صلاتك في بيتك أكثر من صلاتك في مسجدك. سيدنا الإمام مالك بيقول إيه رضي الله عنه: من أراد أن يفتح الله له فرجة في قلبه، من أراد أن يفتح الله له فرجة في قلبه، فلتكن عبادته في السر أكثر منها في العلانية. أن تكون عبادته إيه؟ في السر أكثر منه في العلانية. يعني معناه البيت مش للنوم وبس أو للاستراحة وبس أو للأكل والشرب بس، لا، برضو البيت فيه للعبادة. أنا أخصص ركعات أصليهم في البيت كل يوم، كل صبح، في آخر النهار، في أول النهار، بحيث البيت يبقى فيه نور، لأن العبادة فيها نور. فكذلك لازم يكون والملائكة نفسها يعني تبقى عندها تبلد وعندها خوف وعندها يعني قشعريرة من البيت اللي فيه صلاة وفيه عبادة، ما تتمكنش تأخذ راحتها فيه. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. لكن ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من صلاتكم؟ يعني أنا في إمكاني بعض الصلوات الفرائض أصليها في البيت، ولا ده خاص بالنوافل أجعل بعض نوافلي في البيت وبعضها في المسجد؟ في فريق من العلماء قال: ينبغي على المسلم في بعض الصلوات
أن يصلي بأهله، أن يصلي بإيه؟ بأهله، يعني إن كان معه بنات، إن كان معه أولاد صغيرين، إن كان معه زوجة. طبعا هم دول مش مفروض عليهم، يعني لا يسن في حقهم الصلاة في المسجد إلا إذا أرادوا الخير، لكن عشان يعلمهم كيفية الصلاة التامة الكاملة ذات الخشوع وذات السجود وذات الركوع الطمأنينة، يعلمهم كل كام يوم يصلي بهم مرة في البيت عشان يعلمهم إزاي صلاة الفرض، لأن صلاة الفرض ينبغي أن تكون تامة كاملة. الحديث القدسي شدد على موضوع الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اهتمامك بالفريضة ينبغي أن تكون ضعف اهتمامك بالنافلة، مش ضعف، أضعاف. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن النوافل احنا محتاجينها جدا لعدة أسباب. أول سبب من هذه الأسباب أنها تعوض ما نقص من فرائضنا، لأن من حلم المولى تبارك وتعالى وإكرامه لهذه الأمة يوم القيامة ما تنصب الموازين ويؤتى بالأعمال. الأعمال نقصة، صلوات في صلوات باطلة وأنا ما شعرتش بيها. المولى تبارك وتعالى يقول انظروا لعبدي هل له من نوافل، فإذا كانت له نوافل يقول كملوا له من هذه النوافل الفرائض الناقصة. إذن النوافل لها فايدة وهي تكملة ما نقص من فرائضنا. في فايدة ثانية وهي التقرب إلى المولى تبارك وتعالى وصفاء النفوس حتى تصل إلى علاقة خاصة بربك تبارك وتعالى. إيه العلاقة دي؟ كينونتها إيه؟ الحديث بيبينه، الحديث بعد ما بين ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. شوف أهو دي فائدة النوافل، أهو فائدة النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يصل إلى درجة الحب. كثرة النوافل تنصب خدميك بين يدي ربك في الصباح في المساء في الليل. المولى تبارك وتعالى كثرة هذا العمل مع النوافل الأخرى من الصدقات من الصيام تصل إلى درجة الحب، تصل إلى درجة الإيه؟ الحب. فإذا أحبك الله كان سمعك وكان بصرك وكان رجلك وكل حاجة تعملها في هذه الحياة إنما تعملها بإرادة الله، بإرادة الله، بنور الله، تمشي في الأرض بنور الله، تتحرك بنور الله، يدك تتحرك بنور الله، تنظر بنور الله، تسمع بنور الله. ده فائدة النوافل أهو، فائدة النوافل أهو. لكن يعني هذا الفريق الذي يرى على أن جزء من الفرائض في البيت، في فريق آخر يقول لا، الفرائض كلها في المسجد، الفرائض كلها في المسجد مع الجماعة، إنما اللي يكون في البيت والنوافل بس. ولهم أدلة برضه، لهم أدلة. إيه أدلتهم؟ مثلا يقول إيه الحديث وارد في البخاري ومسلم، أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أيها الناس صلوا في بيوتكم
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا إيه؟